السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبرزت الصحف والمواقع الإخبارية العالمية تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد الفوز الملحمي على الكاميرون أصحاب الأرض بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي. قالت شبكة سكاي نيوز أن الكاميرون سيطرت على الشوط الأول من المباراة، إلا أن مصر استعادت زمام المبادرة مرة أخرى طوال الأشواط الثلاثة التالية، ولم تتأثر على الإطلاق بقرار الحكم الجامبي بكاري جسامة بطرد مدربهما البرتغالي كارلوس كيروش نتيجة الاعتراض على قراراته. وأشارت إلى أن مصر لعبت الوقت الإضافي بإصرار كبير، وكانت الأخطاء على الأخطر على المرمى، وسنح لها للاعبيها عدة فرص محققة للتسجيل، إلا أن الشباك ظلت نظيفة كي لا يلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح. وأشادت الشبكة البريطانية بأداء الحارس المصري محمد أبو جبل الذي تصدى لركلتي ترجيح وقاد مصر إلى المباراة النهائية، علما بأنه لعب دورا كبيرا في صعود مصر إلى دور الثمانية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح أيضا في دور الستة عشر في سيناريو مشابه لما حدث أمام الكاميرون. قالت شبكة ESPN المتخصصة في كرة القدم والرياضة العالمية أن أنظار المصريين كانت تتجه نحو نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح كونه مفتاح تقدم المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا، إلا أن تطور الأمور كشف عن وجود نجم آخر. وأشارت إلى أن الكل كان ينتظر أن يكون محمد صلاح هو البطل في كأس أمم إفريقيا، إلا أن الحارس البديل محمد أبو جبل كان هو البطل الحقيقي، حيث كان العامل الحاسم في عبور عقبتي كوت ديفوار والكاميرون بعد تألقه في ركلات الترجيح خلال المبارتين وتصديه لثلاث ركلات، واحدة أمام الأفيال الإفوارية واثنتان أمام أسود الكاميرون. قالت صحيفة جارديان البريطانية أن المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا ستشهد مواجهة ساخنة بين أفضل لاعبين في القارة السمراء، وهما محمد صلاح نجم وقائد مصر وسيديو ماني نجم وقائد منتخب السنغال، علما بأن المنتخبين سوف يلتقيان مرتين في الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 في مارس المقبل. وأضافت بأن كلا النجمين محمد صلاح وسيديو ماني سيحاولان تجاوز الإحباط الذي عاناه اللاعبان في النسختين الأخيرتين لكأس أمم إفريقيا، حيث خسرت مصر المباراة النهائية في بطولة 2017 بالجابون أمام الكاميرون 2-1، في حين أطاحت الجزائر أحلام ماني ورفاقه في بطولة 2019 بالقاهرة بعد فوز محاربي الصحراء على التريجانا بهدف نظيف في المباراة النهائية بتوقيع بغداد بنجاح.